16 لحد الآن تأثر بالحركة الرومنطقية وبسميها مثل الحركة الرومنطقية. فنحن بأساسنا مهيئين لاختبار هذه المشاعر الجياشية. المشاعر الجياشية هذه بحد ذاتها تأخذ وتتبلور عبر اللغة وعبر المفاهيم الموجودة. نحن منعبر عن حالاتنا وعن واقعنا بمفاهيم موجودة بعصرنا. ولذلك الحب هو تأثر بالحركة الرومنطقية. شو هي حركة الرومنطقية؟ باختصار بسيط من أجل الوقت اليوم. ركزت الحركة الرومنطقية في تعريفاتها للحب أنه الزواج كعلاقة طويلة المدى هو حالة تقدر تحفظ المشاعر الجياشة اللي بيختبرها الأفراد ببدايات الحب. يعني الحالة اللي بيحسها الإنسان هو عم بيحب وبيدخل بحالة حب مع العشيق أو المعشوق هي حالة لابد أن تستمر إلى سنين وسنين في حالة الزواج. وهذه حالة سموها الزواج الدائم المفعم بالحميمية. وبناء على عمل أنا كدكتور علم النفس بشعر أحياناً أن بعض المشاكل بين الكابلز والأزواج هي أحياناً الفكرة هذه أنه يجب أن يبقى الحب دائماً مفعم بالحميمية، وإلا إذا لم يبقى ذلك لا يبقى حب. فهذه من تأثيرات الفكرة الرومنطقية. المفهوم الثاني من الحركة الرومنطقية أعلت من شأن الجنس ودوره كمعبر أساسي عن الحب وعن مدى قوة العلاقة بين الطرفين. مثل ما قلت بالأول، طبعاً الجنس جزء لا يتجزأ من علاقتنا مع بعضنا ككابلز كأزواج وك و و و وكما شو اسمه كسبيشيز قول ايوه كنوع من البشر. لكن برايي هذه الفكره البسيطه اللي هي انه الحب هو معبر وهو يعني بيعطينا قديش علاقه صحيه بين الاثنين هي فكره كثير خاطئه. لانه بيصير ببعض الاحيان عندما يكون الجنس غير يعني مستوى عالي من التوقعات يصبح هناك خلل في العلاقة، لأنه الفكرة موجودة أنه الحب والجنس متساويان. وعندما يصبح هناك بعض الأحيان خلل معين بين الطرفين، أخطاء معينة، مثل فكرة الخيانة، واللي هي فكرة كثير صعبة كثير على الكابل، لكن الخيانة تأخذ بالحركة الرومنطقية فكرة كثير هدامة للعلاقة. وجزء منها انه اعتبار انه الجنس والحب لا يتجزأان، الحب الرومانسي. ثالث شيء، الحركة الرومنطقية اعتبرت انه اختيار الشريك هو امر مبني على المشاعر. لا يوجد اي اعتبارات عملية اخرى. اذا بدك تختار شريك عليك follow your heart بيقولوا. كما قلت اعرف من شأن المشاعر بشكل مش طبيعي. بمعنى انه اذا انسان عم يحكي لشخص اخر بيستحي من حاله يقول والله انا بحب هالانسان لاعتبارات اخرى، اعتبارات ثقافيه، اعتبارات اقتصاديه اللي كانت موجوده بالعصور السابقه للعصر الرومنطيقي. طبعا في هذيك العصور كانت الاعتبارات الماديه سائده. بيتجوز واحد وحده لانه شافت الارض حتى شافت ارضه، بيتجوز واحد وحده لانه بده يكسب مكاسب سياسيه، ووحده تتجوز واحد لانه بده تكسب مكاسب سياسيه وماديه. واسباب طبعا منها مهمة، يعني أسباب بعتبرها أنا مش أسباب ليكونوا اثنين مع بعضهم بعلاقة زوجية، لكن هالشيء ما بيمنع إنه نحن نقلب البوصلة 180 درجة وننطلق إنه نشوف الحب هو عبارة بس عن مشاعر. هاي الفكرة بحد ذاتها أثرت على اختيار الشريك وأدت إنه لاعتبار أي تفكير بأي اعتبارات أخرى هو خيانة وهو يعني تدنيس أو للحب المقدس. الحركة الرومنطقية أيضاً اعتبرت أن الحب الحقيقي هو عبارة عن قبول الآخر كما هو. يعني بمعنى أصبح من الصعوبة على أي شريك بأي علاقة زوجية يعبر عن رأيه بشريكه بطريقة تعبر عن حقيقة مشاعره. طلب التغيير من الشريك أو طلب التغيير من الشريك أصبحت فكرة مترادفة مع فكرة أن الزواج انتهى. How dare، كيف بتجرؤ تطلب مني أتغير؟ كان المرأة ولا الرجال. إذا هالأربع اللي عم بقوله اليوم، هي كل المفاهيم اللي ذكرتها خلقت حالة أنا بسميها من الحب المستحيل. في بعض الأغاني سموها الحب المستحيل، بس هذا الحب المستحيل عن جد. لأنه هذه القيم والمثل
بتحضرني كلمة شاب صاحبي دكتور كمان بالشغل معي بيقول سول ميت هو شريك الروح توأم الروح والكلمة اللي بيقولها إنه كل واحد عنده سول ميت. بيقول فكرة السول ميت تسقط وتختفي عند أول مشكلة حول مين بتجي الجليات. هذه حقيقة نحن ما بنشوفها مع المتزوجين لأنه بدايات الحب كما قلت تشبه كثيرا حالة الإدمان، وبهالحالة الإنسان لا يكون كل أفكاره مشوشة بعض الأحيان ومش قادر يعرف حاله شو بده، وعندما يبدأ الزواج وتبدأ العلاقة الزوجية تبدأ تبين الأمور الحقيقية اللي ممكن تحدث مشاكل. كل هذا ذكرته أنا لأوصل لشبكات وسائل التواصل الاجتماعي. شبكات وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا إذا بتضمها لهالأفكار الرومانتيقية تجد خلطة عجيبة جدا تؤثر على تجربتنا للحب وأحيانا بتدمر علاقاتنا مع بعضنا.